أكثر من 300 خبير دولي اجتمعوا في جنيف من أجل العمل على تسريع البحث والابتكار فيما يتعلق بإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا. من خلال منتدى عالمي عقد في منظمة الصحة العالمية، شارك فيه كبار الخبراء والباحثون بغرض تطوير اللقاحات لبحث أدوات التشخيص وتعقب مصدر الفيروس. هؤلاء الخبراء يدرسون عدة ملفات، واحد منها هل يوجد إمكانية إيجاد لقاح للكورونا فيروس، أو ما هي الأدوات الطبية والعلمية التي نحتاجها في المستقبل للتصدي لمرض الكورونا، وأيضا يدرسون نواحي أخرى، ما هو مصدر هذا المرض، كيف ينتقل، هل ينتقل بسهولة بين شخص وشخص ثاني، هل هو ينتقل بسهولة بين أفراد العائلة أو الأشخاص الذين يشتغلون في نفس المكان. وقالت المنظمة إن المنتدى يهدف إلى إنشاء أجندة بحثية عالمية لفيروس كورونا وتحديد الأولويات والأطر التي تساهم في الحد على انتشار الفيروس، ولا يوجد علاج محدد لهذا المرض الذي يعد من سلالة سارس، كما أن جهود العلماء والخبراء تحتاج إلى بضعة أشهر لاكتشاف لقاح ناجع لهذا الفيروس القاتل. أهم المخرجات اليوم هي تحديد الأولويات، ما هي البحوث المطلوبة خلال الفترة القادمة، وكيفية توفير الدعم المادي على مستوى العالم، تكافل الجهود السياسية والعلمية والبحثية الموجودة لدعم هذه البحوث، لأنها ستفيد كثيرا في الاستجابة للمرض. تم دراسة أو عرض بعض البحوث التطعيمات والأدوية التي تم استخدامها من قبل في موضوع فيروس كورونا الشرق الأوسط وأيضا مرض سارس، ومن هنا سنبدأ، من حيث انتهينا في هذه الأمراض سنبدأ مقاومة فيروس كورونا المستجد. وبالرغم من حالة الاستنفار، إلا أن المنظمة الدولية لم ترفع مستوى التحذير من المرض إلى الوباء على غرار ما فعلته بشأن مرض إنفلونزا الخنازير، ولكنها اعتبرت كورونا يمثل حالة صحية ذات بعد دولي، ومنذ ظهوره تعمل المنظمة على جمع البيانات العلمية لهذا الفيروس لتزويد الدول بالمعلومات ولإيجاد لقاح للقضاء على الفيروس. أكثر من 300 خبير دولي يجتمعون في منظمة الصحة العالمية من أجل إيجاد لقاح لفيروس كورونا. طه يوسف حسن، منظمة الصحة العالمية، قناة الإخبارية، جنيف.